يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إنه من الرياض، من أهل الرياض، وأراد العمرة، يقول فأحرمنا من الميقات، وبعد أداء العمرة مكثنا في جدة مدة أسبوع، وخرجنا بعد ذلك إلى الطائف للزيارة فتجاوزنا الميقات، وكنا قد أردنا عمرة أخرى. يقول فمنعنا من كان معنا وقال أحرم من جدة ولا شيء عليك، فعدنا إلى جدة وأحرمنا في اليوم الثاني منها، فهل علينا شيء؟ إذا كنت نويت العمرة من جدة، نويتها من جدة، لا ميقاتك تحرم من جدة. نعم، الميقات من المكان الذي نويت منه العمرة أو الحج. إذا كنت ما نويت العمرة هذه إلا من جدة تحرم من جدة. نعم.